إبراهيم بيه يطلب إيه؟ هات لي عصير برتقال. والهانم؟ أنا عايزة قهوة سادة. في إكسبريسو وكابتشينو و... قهوة سادة تركي. حاضر يا فندم. إحنا كنا بنقول إيه؟ أيوة كنا بنقول إنك أنت عاوزة تعملي خطة عشان جوزك يشتغل. أيوة افتكرت. إحنا كنا بنتكلم عن توفيق. عايزك تقول لتوفيق يعرض على رؤوف شغلانة ويقنعه بيها. بس أنا مش عايزة رؤوف يعرف إن أنا ورا الحكاية دي خالص. آه يعني مطلوب الكتمان والسرية في التحرك. على فكرة أنا مش زعلانة إن رؤوف اترفض من شغله. بالعكس أنا كان نفسي يترفض من زمان بس ما كنتش عارفة أرفضه إزاي. غريب، لكن أنت ما قلتليش الحكاية دي قبل كده. أصل شغل الحكومة مش جايب همه. شوف اللي بيشتغلوا في التجارة بيكسبوا قد إيه. أيوة طبعا، 9 أعشار الرزق في التجارة. بالظبط، وعشان كده أنا قررت إن جوزي يشتغل بالتجارة. قررتي؟ افرض إن جوزك ده ما بيحبش التجارة وعاوز يفضل موظف. ما فرضش، اللي قرره أنا لازم يمشي. هو ما يعرفش مصلحته. مسكين يا ابني، متجوز قراوش. معقولة الكلام ده يا إبراهيم؟ والله زعلانة منك. اللعبة هيبتدي جوه وأنت لسه قاعد. أيوة أنا هخلص بس وهجيلك على طول. يعني ما عرفتنيش بالهانم. أيوة الهانم دي تبقى بأختي. أهلا وسهلا. طب يلا خلص وتعال. وراك على طول. إيه دي؟ ها؟ لا دي زميلتي في النادي وبتلعب معايا كروكي. زميلتك؟ أيوة. طب ومالها رفع التكليف بينكو كده؟ طالما أنت دقيقة في ملحوظاتك قوي، أصلها دي متربية في أمريكا. قصدك مش متربية في أمريكا. يو خلينا في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. كنا بنقول إيه؟ وبعدين أنت بتنكر إن أنا بنتك قدامها ليه؟ أيوة أصل بصراحة يعني لو قلت إنك أنت بنتي هتعجزين؟ كنتش أعرف الموضوع ده. طب بذمتك هسألك سؤال، أنا وأنت كده مش نبان إخوات؟ على فكرة مش المفروض إن بنت زي دي تندهلك من غير ألقاب. المفروض إنك تحفظ احترامك هنا في النادي. أنا هفهمك ستي، ما أنتش فاهمة الحكاية. الحكاية إن أنا قررت إن أنا أرشح نفسي في الانتخابات لرئاسة النادي، فقلت يعني أرفع التكلفة لغاية ما ينتخبوني. ومين بقى اللي أقنعك إنك ترشح نفسك في النادي؟ غريبة، أنا مش قادر أفهم الشيء. هو أنت كل حكاية تعملي وراها موضوع وتقولي مين اللي وراها ومين اللي قدامها ومين اللي هيعملها؟ لأنه مش صح يا بابا. بلاش حكاية يا بابا، دي قلت لك 100,000 مرة، الحيطان دي أودان. ثم أني مش صح ليه؟ لأنك مش هتكسب. ومش هكسب ليه؟ لأن محدش يعرفك، أنت نص وقتك مقضيه في اسكندرية، ما بتجيش هنا إلا نادرا، هي فلوس بس بتصرفها والسلام. الفلوس فلوسي والمال مالي وأنا حر فيه، أنا اللي بجيبهم، ثم إن أنا لازم. معقولة كده؟ اللعب ابتدى وانت لسه برضو هنا؟ ايوه معاك حق. تاكس تاكس ده سابني وماشي. لا دي الحكاية مش طبيعية خالص. اتفهموني ازر الاحتفال. نجات صاحبة. صاحبي؟ انا مليش اصحاب اسمهم نجات. انا بني ادم، انا نجات. انا انت نجات؟ انا نجات. يا قصدي ان انا نجاتي. لا اسمه نجاتي ولا رؤوف. انقاذ صاحبك رؤوف. يعني نجاتي اني انا فلت يا بني ادم. فلت من ايه؟ من الرف. رف؟ طب جننوني، مش تقولوا تعالى عشان خاطر رؤوف خد مكافأة. ايوه يا سيدي، انت عارف طبعا ان احنا للاسف حياتنا ماشيه بالمشاكل، صح؟ فانا كنت المفروض ان انا خلاص سيبه انت بقى، انا هفهمه. بص يا عبد العزيز اهو، رؤوف عمل حاجه سهله عليها الرف، بدل ما يفرض تدوله مكافأة. لا خليك امين، انا قدمت استقالتي قبل ما ترفض. حاضر، قدم استقالته قبل ما يترفض عشان الامانه. يعني انت تدولك مكافاه بدل ما يقبلوا الاستقاله. بالظبط، حاجه زي كده. يعني احنا دلوقتي بنحتفل بمناسبه انقلاب الاوضاع. صح يا متر، اخيرا تعبير تستاهل عليك انك تاخد الحته دي. حلوه. حلوه. مساء الخير. خد الكتف ده عشان تعرف من اين تؤكل الكتف. لا مش قادر. شبعته. اللي ما يعرفش ياكل الكتف يبقى ما بيعرفش ياكل. مين قالك ان عبد العزيز بيعرف اي حاجه؟ انت ناسي انه حاطط على سينه ملايه سودا. صحيح، حكايه الملايه السودا انت بتعمل حداد وانت نايم. لا مش بعمل حداد ولا حاجه. يا شوف انت لا متشكرين قوي. الالف هو بس الملايه السودا والقميص. احكي انت بقى ايه اللي لابس نص الملايه السودا. ما بتنقبضش؟ بنقبض طبعا. طب امال ايه بقى يعني اصرارك على اللون الاسود ده؟ اصل اللون الاسود ده اللي انا بستعمله
الوساخه ما بتبانش فيه. لا 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 لا، طب ما تتجوز يا راجل، اتجوز احسن. وانت يا يوسف مين؟ انتوا الاثنين اتجوزوا حقيقه، انا بحبكم ونفسي اشوفكم متجوزين. يا ريت اموت وتتجوزوا. ابو عزيز رؤوف عاوز يجيب لنا اثنين شيرين. اثنين دول شيرين واحده؟ حرام عليك يا اخي. وبعدين امتى هنتجوز؟ ما خلاص فات قطر الجواز يا حبيبي. يا رؤوف عبد العزيز خلاص عقد على العزوبيه، عامل زي الديب البراوي، ما ينفعش يعشق حد خلاص. يا سلام، طب ما هو متجوز اهو، بينام على مليات بيضه. سعيد انت بجوازك قوي؟ ده يا سيدي نفسكم انتوا الاثنين. ما دام جت سيره الجواز اهو، ما انا اروح على الاقل قابلت الليله دي سعيد. تصبحوا على خير. صاحبك ده يا اخي انا ما اعرفش، بيجي كده واحد متجوز بيجي يقعد معانا ياكل على حسابنا ويمشي. غريبة جدا. ادخل. ايوه يا ابا. فين بابا؟ ما جاش ليه؟ هو مش جال حضرتك؟ عارفه انه جه لحضرتي، ما جاش تاني ليه؟ تاني؟ ايوه تاني، علشان يستلم شغل. يستلم شغله؟ هو ما قالكوش؟ ما قالناش. ايه يا ابله؟ خلاص خلاص مش مهم، المهم انه يجي لي. الشغل مش عيب، اي شغل مش عيب، العمل شرف، العمل واجب، العمل العمل ايه هي الثالثه؟ العمل حق. صح صح. خلي بابا يفوت عليا، هو مش برضه عاطل؟ قصدي هو مش سايب شغله؟ بابا ما يهموش الشغل، بابا غني جدا، بابا بيشتغل عشان يسلي نفسه. غني جدا؟ ابعتيهولي بكره ضروري. الرابع لف، التالتة ما تحمرقش. هنلفه كم مرة؟ 10. لا أنا مش قادر. أمال هتلعب ماتش الملاكمة بكرة إزاي؟ أنا صحتي مش تمام اليومين دول، أنا هنضرب في الماتش ده. أنا حلمت كده إمبارح. أنت هتتكلم زي الستات وتقول لي حلمت؟ بقول لك هنضرب. تنضرب إزاي؟ أنت اتجننت؟ كده يبقى الكلية اتغلبت وده لا يمكن يحصل. أعمل إيه؟ أنا حاسس بنفسي. أنت مش هتنضرب، إحنا هنغلب. إزاي؟ أنا هلعب الماتش بدالك. ما تبقاش مجنون. هتنضرب، الملاكمة مش عافية، الملاكمة فن. وإيش عرفك إني مش مالك الفن ده؟ يا ابني أنت بتلعب كمال أجسام، بودي بيلدينج، إيش عرفك أنت بالملاكمة؟ الله، أنت مالك؟ مالكش دعوة، أنت بس قول إنك سخن وعيان وأنا هلعب الماتش بدالك. عارف هتلاعب مين؟ هلاعب مين يعني؟ محمد علي كلاي؟ هلاعب الواد زهدي بتاع هندسة. ده بطل الجامعة. هضربه. هيموتك، أصله حريف. هضربه قاضية في الجولة الأولى في آخرها قبل الجرس ما يضرب، فاهم؟ انت حر يا سيدي. انا بطل، وبكده بقى ابقى حققت الحلم اللي بتمناه طول عمري، ان اكون بطل، فاهم؟ بطل. ايه ده يا رؤوف؟ انت كنت فين؟ خضيتني. لا ابدا، انا اصلا كنت في مشوار. طب يلا غير هدومك على محضر الاكل. لا انا ماليش نفس، اصل اللقمه واقفه لي في زور هنا. لقمه ايه؟ انت اتغديت برا؟ لا مين قال؟ لا ما تغديتش ولا حاجه. بس خلاص تبقى جعان. طبعا جعان جعان خلاص. Thank you.
انت ما بتاكلش ليه؟ عايز الصراحة عشرين، انا الاكل طابق على نفسي. اسمع يا رؤوف، انت زعلان. انا زعلان؟ مين قال ان انا زعلان؟ انا مش زعلان ولا حاجة. ايوه يا رؤوف انت زعلان، انا عارفة، بس مش المفروض تزعل، بالعكس بقى انا فرحانة انك اترفدت. فرحانة ان انا اترفدت؟ ايوه طبعا، انت ربنا بيحبك جدا عشان اترفدت. اصل انت مش عارفه اللي حصل. معلش خلينا اكمل كلامي. اتفضلي. 9 اعشار الرزق في التجاره. انا هي علاقتي بالتجاره؟ هيبقى لك علاقه، انت ربنا هيتوب عليك من شغلانه الحكومه وهتبقى غني. غني؟ اي بابا عايزك تفوت عليه النهارده في النادي. ايه دبرتي لي شغلانه؟ انا ادبر لك شغلانه ليه؟ طب وانا مالي؟ يعني انا سمعت انه كان بيقول ان في شغلانه كويسه قوي يعني عنده. شغلانه ايه بقى ان شاء الله؟ ما اعرفش، انا اصلي ما احبش اتدخل في حاجات الرجال. على العموم روح وشوف، مش هتخسر حاجه. خلاص ما يجراش حاجه، اروح لاشوفه عايز ايه. ريحه اكل. ازيك يا بابا؟ ايه ما بتاكلش ليه؟ تعال 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 خد كل اكلك واكل. انا ما شفتش اب متفاهم وضحي ورائع زيك كده. يا سلام، كل ده عشان ساب لك منابه يا طفص. قول لي يا ابني، خدتوا ايه النهارده محاضرات في الجامعه؟ لفيت الملعب 14 لفه يا ابني. انا بتكلم على المحاضرات مش بتكلم على اللعب. خدنا محاضره دمها تقيل قوي في القانون الروماني. تصور ظلم القانون ده، اي واحد مش روماني يبقى عبد، يتخرب بيته عشان ما معوش باسبور روماني. عالم سكه. وايه المحاضرات التانيه اللي خدتوها؟ عندي ماتش ملاكمه بكره هلعب فيه على بطوله الجامعه. ملاكمه؟ انت من امتى بتلعب ملاكمه؟ هلعب بدل عاطف، مش فت يا ابني. بلاش الكلام الفاضي ده، هتتضرب وتتهزق. عيب يا اكسلانس. طب وشرفك؟ انا هخليهم بكره يعدوا عليه لغايه 100 مش لغايه 10. انت انجبت بطل يا متشير. اسمع يا سمير يا حبيبي، دي اول سنه ليك في الجامعه، اذا كان ولا بد من الرياضه مفيش مانع، لكن انا برجوك مش عايز حكايه الملاكمه دي. ايه ده؟ بطاطس حلو قوي. النيفه طبقت على صدري. قبل النظر حزقتني. ازاي؟ بابا لبخ الدنيا، راح قال لها انه عاطل وعايز يشتغل في المدرسه. يا نهار اسود، يشتغل في المدرسه؟ يشتغل ايه؟ جنايني ولا فراش؟ وانا اللي جايبه له شغل بالاف الجنيهات. مش عارفه اوري وشي للنظره ازاي. طب معلش ما تعيطيش، روحي يلا اغسلي وشك وغيري هدومك على ما احضر لك الاكل، وانا هروح للنظره دي اعرفها مقامها. قالت لي عاوزه بابا. روحي بس انت وانا هتصرف. يلا. حاجه عجيبه قوي، يا نهار اسود، رايح يدور على شغل في مدرسه بنته وسايب الشغل المحترم في التجاره. اكيد الراجل ده حصله لطف. انا مش سبب وقلت ان المشروعات في المجتمعات الجديده ما تكونش نمطيه ولازم تكون جديده؟ طبعا يا فندم طبعا. امال هيكون ايه الفرق بينها وبين المشروعات الريفيه؟ امال ازاي اداره المشروعات كل يوم تبعت لي مشاريع ليها مسير في كل قرى الجمهوريه؟ معنى ذلك ان الكلام ما بيتسمعش. احنا موزعين توجيهات سعادتك اكتر من مره على الوزاره كلها. اصلهم يا فندم في اداره المشروعات عاملين ودن من طين وودن من عجين. ازاي يا لبيب يا فندم؟ انت فاهم كويس ان انا اقدر الخبط الطين على العجين واشدهم من ودانهم. تقدر يا فندم تقدر. عشان كده انا بفكر ان ارفض مقترحاتهم، ولازم نفكر احنا في مقترحات جديده. تحب سعادتك نكلف حد معين بتقديم مقترحات معينه؟ لا 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 لا، مش وقته، بعدين، سيبني افكر في هدوء. انا بفكر سعادتك بكشوف الترقيات. هو ده وقته يا نبيل يا فندي؟ سيبهم يا اخي، سيبهم بعدين ابقى اشوفهم. اتفضل.
ادخل. عملت ايه يا عتريس؟ كله تمام يا سعاده البيه. كله تمام زي كل مره وبعدين القضيه تطلع على فشوش؟ لا يا سعاده البيه، اكيد المره دي في قضيه. يا سلام، وايه اللي خلاك تشك؟ اتنين افنديه فاتوا على السوبر ماركت. اسمه ماركت يا عتريس، ماركت مش باركت، بالميم مش بالبيه. بالميم يا سعاده البيه. وبعدين سابوا ورقه في السوبر ماركت ومشوا. اتقلب السوبر ماركت على رجل. بعد شويه جت عربيه نص نقل قعدوا وحولوا فيها رز وفراخ ولحمه. اكتر من 1500 فرخه سعاده البيه، واكتر من 1000 كيلو لحمه. وبعدين سعاده البيه جم الاثنين افنديه اياهم اتخانقوا ومشوا. واتخانقوا ليه؟ يظهر الطلب ما كانش جاهز يا سعاده البيه. نمره العربيه كام؟ انا جبتها يا سعاده البيه 69218. ده اهليه. ده اهليه؟ الله، يعني مش مرور القاهره؟ لا يا سعاده البيه، مرور الاقاليم. الله، يكونوا بيهربوا مواد تموينيه من القاهره للاقاليم ولا ايه؟ اكيد يا سعاده البيه. عملت تحريات؟ عملت يا سعاده البيه. واحد فيهم قال احنا طالبين 3 فرخات و2 كيلو لحم. ده سيم بقى ولا ايه؟ اكيد سيم يا سعاده البيه، علشان ما حدش يشك. جبت اسمائهم؟ جبت اسمائهم يا سعاده البيه. واحد اسمه رؤوف احمد حمدي، والتاني اسمه يوسف علي محروس. وبيشتغلوا فين؟ الاثنين موظفين حكومه يا سعاده البيه. اسمه ايه السوبر ماركت؟ اسمه شنوح. شينو اللي في شارع حلمي؟ هو بعينه يا سعاده البيه. طيب انا عايزك تفضل مراقب المحل، واياك عينك تغفل. تحت امر سعادتك يا سعاده البيه. مع السلامه. الله يسلمك يا بيه. سعادتك يعني يا فندم جاي الوزاره بالليل؟ شغل الحكومه ما بينتهيش. يا سلام، ربنا يديك الصحه والعافيه. انا طول عمر حياتي الوظيفيه ما شفتش اخلاص بالشكل ده بصراحه. بقى ده تفاني في العمل. اقعد يا نبيل افندي اقعد. انا مش مطمن لاداره رؤوف. والله مع سعادتك حق. انا عايز اعمل تغيير شامل للاداره دي. والله برضو مع سعادتك حق. ازاي؟ انا اقول لسعادتك ازاي. احنا عندنا اللائحه 126 لسنه 26 ميلاديه بتدينا الحق في كل اللي نعمله. بس ايه؟ بنعومه. سعادتك شفت العنكبوت وهو بيبني بيته في ركن الاوضه؟ لا. ليه؟ قول لي انت ليه. لانه بيشتغل بنعومه. احنا كمان نشتغل زيه كده بنعومه. مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. مساء النور. رائد يسرى حافظ مباحث تموين. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. الحقيقه كان في موضوع صغير كده كنت عايز اسالك فيه. تحت امرك يا فندم. من يومين جالك طلب 3000 فرخه و2000 كيلو لحمه. 3000 فرخه و2000 كيلو لحمه؟ انا متهيألي يا فندم ان الارقام دي مش مظبوطه. لحظه واحده. اتفضل. ايوه يا فندم. الارقام الحقيقيه يا فندم 2350 فرخه، 1120 كيلو لحمه، 3687 كيلو لبن، 1140 ارداب رز. وكان في عربيه نقل مرور باهليه واقفه فيها الطلبات دي. تمام يا فندم، احنا اللي جبناها. طيب انت ما شكتش ان واحد يطلب كل الكميات دي؟ شكيت يا فندم، بس اللي حصل ان هم جم رمولي الورقه وقالوا لي هنعدي عليك بعد شويه. هم كانوا كام واحد؟ هم كانوا اتنين، واحد زبون هنا اسمه يوسف بيه، والتاني كان اسمه رؤوف. ايوه تمام يا فندم. وبعدين اللي حصل يا فندم ان انا لما شفت طلبيه كبيره بالشكل ده شكيت، بس قلت جايز ان هم بيفتحوا سوبر ماركت جديد وبيمونوه. وبصراحه ده اللي انا فكرت فيه يا فندم. لا، انا عايز الوقائع مش عايز اللي انت بتفكر فيه. اللي حصل يا فندم ان هم جولي تاني بعد 3 ساعات. وبعدين طلبوا مني الطلبيه، قلت لهم انا ما قدرتش اوفيها كلها. هيصوا وعملوا زيطه كبيره جدا وقالوا لي احنا كل اللي عايزينه 3 فرخات و2 كيلو لحمه. والموضوع انتهى على ايه؟ مشوا، سابوا الطلبات ومشوا، لا خدوا الفراخ اللي هم طالبينها ولا اللي احنا جبناها. طب وانت ما شكتش ان دي حاجه غريبه؟ شكيت يا فندم، بس انا هعمل ايه؟ طيب
عموما اذا اتصلوا بيك تاني اعرف هم عايزين ايه وبلغنا في مباحث تموين، وده تليفوني تتصل بيا في اي وقت. انا تحت امرك يا فندم. وبيتهيألي ان انت عارف ان نقل تموين من محافظة لمحافظة تانية ممنوع. عارف يا فندم. شكرا. مساء الخير يا سكريبي. اهلا. عايزكوا يا جماعه، عايزكوا دقايق. معلش هاخده منكم دقايق. اهلا يا اوف. اهلا حماي العزيز. ازيك يا اخبارك؟ الله يبارك فيك. اهلا. خير؟ انت كنت عاوزني في ايه يا رو؟ الحقيقه انا شيري قالت لي ان حضرتك اللي عايزني. شيري مين؟ شيري بنتك. الله الواحد خلاص مراتي يعني. فعلا انا اصل احب ادلعها يعني. شيرين شيري يا رو. الواحد يا ابني ذاكرته ضعفت خلاص. لا 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 ما تقولش كده يا عم الشباب، اوعى تقول كده ابدا. حلوه الشباب دي، جميله جميله الشباب دي. انا كنت عاوزك ايه؟ ايوه انا بلغني ان حضرتك هترشح نفسك لرئاسه النادي. ايوه صحيح. هو ده الموضوع اللي انا كنت عاوزك فيه. عظيم، بس الموضوع ده محتاج شويه شغل. وماله، نشتغل والبركه فيك. انت بقى هنا محبوب في النادي، تعملي شويه دعايه كويسه، وانت حبايبك كتير. من عنايه يا سكري بيه، بس الموضوع هيحتاج لي شويه صرف. وماله، ما احنا نصرف، احنا ما قلناش اي حاجه. انا عاوز اسالك سؤال. انت اترفدت من شغلك ليه؟ انا ما اترفدتش. امال شيرين قالت لي انك انت اترفدت. هو اللي حصل يا سكري بيه انه انا استقلت، واستقالتي اترفضت، وكمان اخدت مكافاه. كويس، احسن. على العموم انت حبيبي يا رؤوف، واذا كنت محتاج لشغل ولا حاجه، الولد توفيق ده قريبي ويقدر يخدمك، عنده شغل كتير. انا لما اكون عايز شغل هدور عليه بنفسي. ما شاء الله ما شاء الله، هؤلاء هم الرجال العظماء. أيوة. انت شفت ماتش الكوركي بتاع النهارده؟ للاسف لا. فاتك نص عمرك يا اوفا. خسارة. فاتك، انما انا برضه عشان ما فوتوش عليك، انا سجلته على شريط فيديو لازم تتفرج عليه بتمعن. بتتكلم جد؟ ايوه. تشرب حاجه؟ يا ريت. ايه الشايله الكدابه دي يا اخي؟ سيبني عايز اذاكر. سيبيني اركز، بكره عندي ماتش على بطوله الجامعه، فاهمه؟ انت من امتى بتلعب ملاكمه؟ من بكره. شهامه وانقاذ موقف مني يا بنت. الكليه هتروح في شربه ميه ان اتغلبنا. ستريت سترينج هوك. هي الهوك دي لو جت فيه تبقى راحت عليا. حصل خير؟ طب تقرا ايه؟ اي كلام فاضي. طب ما تسيب الكلام الفاضي ده وتكلمني. اطمني يا ستي، ما اترفدتش. صحيح؟ ايوه صحيح. وبطلي بقى حكايه انك انت تدوري لي على شغل، والمؤامرات اللي بتعمليها دي عايزه تنظمي بيها الكون. طب ما بتقوليش ليه؟ ولا في حزنكم مدعيه وفرحكم منسيه؟ مش تطمني؟ هديني قلت لك اطمني يا ستي. امال رايح ليه في مدرسه البنت تشحت وتقول لهم انك عاطل ومش لاقي شغل؟ النظره قالت لي كلام غاظني، اضطريت اقول لها كده. طب لازم تروح بكره بقى المدرسه تفهم، لحسن البنت زعلانه ومقهوره وعماله تعيط. حاجه غريبه قوي، النظره مدالي ايدها زي المارينا، هتساهم بايه في المدرسه؟ ما يعملوا التعليم بفلوس ويخلصونا. ما هو بفلوس، هو الاسم ببلاش بس. الا قول لي صحيح. نعم. انت امبارح كنت بتحلم بالكابوكي ليه؟ كابوكي ازاي يعني؟ كابوني كده. لا صحيح، كنت عمال تصرخ. كنت بتحلم بايه؟ اصرخ؟ يا نهار اسود، احسن اكون رجعت تاني احلم الحلم اياه. كانت لطيفة قوي التمثيلية اللي سعادتك عملتها. تمثيلية ايه بس حضرتك؟ ادعاءك الفقر، وانك عاطل، وانك بتدور على شغل. يا فندم الحكاية وما فيها. بتهزر، ما كنتش تقصد التهرب من مسؤوليتك.
انا لا بتهرب ولا حاجه، المشكله اني انا مش عارف هي ايه مسؤوليتي. يا روبي انا عايزه اقول لسعادتك كلمه واحده. اتفضلي حضرتك. عيب قوي ان اغنياء البلد، عيب قوي قوي ان مليونيراتها يتقاعسوا عن اداء واجباتهم. زمان كانوا الاغنياء بيبنوا جامعات ومدارس، صح؟ صح حضرتك بتتكلمي صح. احنا ما بنطالبش اغنياء النهارده انهم يبنوا، احنا بنطالبهم بالمساهمه في البناء، مجرد مساهمه. صح؟ ايوه صح حضرتك، كلامك صح 100%. بس انا علاقتي ايه بده كله؟ علاقتك ايه؟ انك غني؟ انك مليونير؟ انا غني ومليونير يا فندم الله يسامحك. يا رؤوف بيه، يا رؤوف بيه، مفيش داعي للانكار، انا عرفت كل حاجه. يكفي ان سعادتك بتشتغل عشان تتسلى مش عشان الفلوس. مين بقى اللي فاهم حضرتك ان انا غني ومليونير؟ بنت سعادتك. بنتي؟ يبقى تستاهل اطمر قبتها بقى. اظن مش ممكن هتقدر تنكر بعد كده. عندك مصحف؟ ليه؟ عشان احلف لك عليه اني انا لا غني ولا مليونير. انا راجل بسيط وعلى قد حالي، موظف حكومي، مرتبي 317 جنيه و26 قرش و13 مليم. عندي 4 فدادين بحاول اتخلص منهم بقالي 20 سنة ابيعهم مش عارف. تحبي حضرتك اجيب لك اقرار الذمه؟ انا ما قصدتش اتدخل في حياتك الماديه، بس انا بسال سعادتك هتساهم معانا بكام؟ هي المشكلة انه انا مش عارف يعني الـ يعني ايه الحدود او الحد الادنى 100 جنيه، اما الحد الاعلى فمفتوح. طيب خلينا في الحد الادنى. ماشي، هنعتبرها بداية. كل سنة وحضرتك طيبة. شكرا. عمرك يا فندم؟ ابعت لي قبلها هنيه السكرتيره. حاضر يا فندم. ايوه موجود يا فندم، بس وزاره المي. حاضر حاضر. ايه مين اللي بيتكلم؟ سياده الوكيل. حلوه قوي حجه دوره المايه دي. وبيسال على مين سياده الوكيل؟ يعني هيكون بيسال عليا انا؟ بيسال على الاستاذ رؤوف طبعا. طيب صباح الخير. صباح الفل. مين اللي عايزني؟ سياده الوكيل طبعا. عايزين راخر. كنت فين يا رؤوف؟ كنت في مدرسه البنت. حاجه غريبه يا اخي، المدارس ما بتشبعش فلوس. طب بقول لك ايه، روح شوف سياده الوكيل عاوز ايه عقبال ما اطلب لك القهوه بتاعتك. اروح اشوفه عايز ايه راخر على الصبح. ده بقى شغل العنكبوت يا سعاده الوكيل. يعني فكرك ان الطريقه دي تخليني امسك الوزاره بيد من حديد؟ حديد مش كفايه يا سعاده الوكيل، لازم يكون فولاذ، بيد من فولاذ. ادخل. اتفضل يا استاذ رؤوف، اتفضل. صباح الخير. صباح النور. اقعد يا استاذ رؤوف. خير؟ كل خير. شوف يا سيدي، احنا بنعمل تطوير جديد في الوزاره، تطوير جذري لجميع الادارات والمصالح. عظيم. تحب سيادتك اكتب لك اقتراحاتي بشان ادارتي؟ لا، انا احب انك تقرا التصور النهائي اللي انا تصورته. عايزني في حاجه يا سعاده الوكيل؟ لا يا نبيل يا فندم، روح انت ولما اعوزك ابقى اطلبك. عن اذنكم. اتفضل. خلاص قريت. وايه رايك؟ تحب نتكلم بصراحه؟ طبعا الصراحه مطلوبه. انا بقى رايي ان ده رجوع تاني لنظام الاداره المركزيه، ورايي كمان ان ده بينتزع مني جميع اختصاصاتي، يعني انا ابقى موظف بلا صلاحيات ولا اختصاصات. يا استاذ رؤوف، حاول تطلع نفسك من الموضوع، بص للامر بطريقه موضوعيه، بص للمصلحه العامه. وهي المصلحه العامه ما تتحققش لما تجردني من اختصاصاتي. يا استاذ رؤوف، بص للموضوع بتجرد.
ده انا لو كنت بقى خبير اكتواري جاي من النمسا ولا جاي من اليونان كان ممكن ابص للموضوع بتجرد زي ما سيادتك بتقول، لكن اتجرد ازاي وانا الموظف المجني عليه، انا الموظف المسكين اللي انتزعت منه اختصاصاته؟ ده ايه، انت فاهم ايه؟ ده اعلان للحرب عليا. يعني انت ممتنع عن التنفيذ؟ لا ما قلناش ممتنع، انا مستعد انفذ، انا عبد المأمور وسيادتك رئيس المباشر تقول لي نفذ ده انفذه. انما بقى انا بس عايز اقول لحضرتك، والتصور ما زال تصور، ان التصور ده مش تصور، ده نكسه. الله يا ابراهيم الله، والله بحسدك على نشاطك. اهو كده الشباب ولا بلاش؟ الشباب شباب القلب. عندك قلب شاب زي حالاتي تبقي شابه، عندك قلب عجوز بقيت عجوز. والله صدقت وعندك حق. بحق رشحت نفسك ولا لسه؟ بصراحه لسه. يعني تفتكر يعني اخوض المعركه دي؟ طبعا ما تترددش. ايوه بس اصل انا خايف، يعني بصراحه انا ما بجيش النادي كتير ومفيش حد يعرفني هنا في النادي. كل ده مش مهم، صدقني مش مهم، المهم شخصيتك، وانا واثقه فيك هعمل لك دعايه ما حصلتش، هتنجح صدقني هتنجح. ايوه اصل انا اختي يعني قالت لي ان مفيش داعي، وجوز اختي قال لي ان فيها مجهود كبير. كل دول مش فاهمينك زي، اسمع كلامي انا، ما تسمعش كلام حد، انا بس اللي فاهمك وعارفه قدراتك. ايوه يعني عايز اقول لك حاجه، انت عارفه ان احنا قبل المعركه بنعمل تقدير موقف؟ ما تعملش واعتمد عليا. بنعمل حسابات. ما تعملش وخليك معايا. تتحملي المسؤوليه؟ اتحمل ونص وثلاث ارباع كمان. خلاص، وانا كمان ميال ان عاطفيا نسمع كلامك الحلو الجميل ده. ما فيش اجمل منك انت. انا كنت عايز يا ده انا اتاخرت، لازم الحق الماتش بقى. ماتش ماتش ايه؟ اصل ابني بنتي، لا ابن اختي، ايه ابن بنتي دي كنت منين دي؟ ابن اختي، ابن اختي بيلعب النهارده في بطوله الجامعه، فانا هروح اتفرج على الماتش. طيب باي باي. بالسلام ابراهيم. نعم. اشوفك النهارده بالليل. انت متاكد انك تقدر تضربه؟ قاضية اذا ما ضربتوش قاضية انا هعتزل الملاكمه. خلي بالك من شماله، غطي وشك وانت بتلعب، اوعى يزنقك في الكورنر. اوه ما تخافش عليا يا كابتن، عارف انا هحط دي في ايه؟ طب فين ان شاء الله؟ في الهوك. واحده هوك ونخلص منه والكليه تاخد الكاس. انا النحله، انا الدبور المرعب. ربنا يستر. يلا يا جماعه، لجنه التحكيم موجوده ومستنياكوا. انتوا عارفين يكونوا كويس، ما حدش يضرب بعد الحزام. مستني الهوك يا جدي. هوك ايه يا ابني؟ ابني ضربه ولا خليه يضربك وخلصني، عندي مشوار مهم. معلش يا جدي الجوله دي بس. والله ما انت راجع لما تنخرق لك عين. ليه بس يا ماما؟ بعد الشر عليا. ما دام مش راضي ترجع عن عمايلك دي، عليك من انت بايه؟ اصله غاوي ينضرب. بس انت مالكيش دعوه، ونقطينا بقى بسكاتك. ده اللي انت فالح فيه، الزعيق والخناق وفعل ما فيش. قولي له يا ماما، مش كان يتشطر على اللي ضربه الاول؟ والله العظيم ان ما سكتت الا اديلك واحده هوك انزلك الارض. يعني اما يجي ابوك دلوقتي اقول له ايه؟ كنت ناقصاك انت كمان؟ لا لا ما تخافيش، بابا هيتفهم الموقف على طول. ان شاء الله في المشمش ده، ما كانش يديك جوزين اقلام يورموا لك ازداد. سكتي بنتك دي يا ماما، انا مش ناقصها النهارده. بس يا سوسو احسن هيتلكك عليكي ويطلع غله فيكي. يلا روحي ذاكري. وانت، انا مش عايز ابوك يشوف خيالك النهارده، فاهم؟ الله، انت خايفه كده ليه؟ بابا بيحب الرياضه، واللي انت شايفاه ده بقى وسام بس مش على صدري. اي بتوجع يا ماما، انما هيروح مني فين؟ هو مين ده؟ زهدي حنفي. ان ما ورته المره الجايه. ايه ده، هو لسه في مره جايه؟ ان ما رجعتش عن حكايه الملاكمه دي
هقول لابوك يشوف له صرفه معاك. يا ماما يا ماما، ده اول الطريق للبطوله. ارجوكي ارجوكي ما تدفعنيش للاعتزال بدري. بس يا ولد خمت ومش عايز ابوك يشوف خيالك النهارده. انت تأمري تأمري يا شيرين هانم يا ست الكل. ايوه يا اخوي، هو ده اللي انت فالح فيه. يلا وريني عند كتافك. مش معقول يا رؤوف كده، هنقعد نتفرج على الشغل. انا مش فاهم الراجل ده، انا عملت له ايه؟ زي ما يكون بينتقم مني. مش فاهم انا ايه اللي عملته له. الو يا الهام، ايه بتقولي؟ ايه يا اختي وضحي، ايه تموين؟ ايه تموين؟ ايه ومباحث ايه يا بنتي؟ قولي جمله مفيده. الهام بقول لك ايه، مش فاضيين لك. وانت ازاي تسكت له يا رؤوف؟ انا ما سكتلوش. مين قالك ان انا سكتله؟ انا قلت له ان اللي بيحصل ده نكسه مش تطوير. استاذ رؤوف، استاذ رؤوف، حضرتك مش فاهم قصدي. انا بقولك في التليفون ان ضابط مباحث التموين قاعد بره وعايز حضرتك. ضابط مباحث؟ ايوه. اوعى تقول انك تعرفني. عاوزني انا؟ ايوه عايزك. وما سالش عن ده؟ لا، لا. عاوز حضرتك. ايوه. عاوزني في ايه؟ معرفش، ما قاليش. طيب خليه يدخل. حاضر. طيب يا رؤوف اشوفك بالليل في القهوه. اقعد هنا يا يوسف. صباح الخير. يا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا فندم، اتفضل سعادتك، اتفضل. شكرا. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم. اي خدمه؟ الاستاذ رؤوف اهو. واظن حضرتك الاستاذ يوسف. رؤوفي. لا ما فيش، انت بس اصلك ليك عندهم هناك في المباحث يعني. ما تهزرش. خير يا فندم؟ لا خير ان شاء الله، احب اعرفكم بنفسي. يا فندم دي فرصه سعيده، تشرفنا. اهلا وسهلا. رائد يسري حافظ مباحث تموين. مكتوب يا فندم. تمام، اهلا وسهلا، فرصه سعيده. أهلا. انا متاسف جدا يا فندم على اللي حصل، لانه انا الحقيقه ما استوضحتش من الانسه السكرتيره بره انه سيادتك موجود في الاوضه الثانيه. لا ما تاخدش في بالك. خير يا فندم، احنا في الخدمه. الحقيقه انا عندي سؤالين صغيرين كده، ويسعدني انكم تتعاونوا معايا. نتعاون، واخد بالك من صيغه الجمع، نتعاون يا فندم. احنا نتعاون وبكل السرور. الحقيقه من 4 ايام. ايوه فندم. وبالتحديد يوم السبت. ايوه. الموافق 6/11. ايوه. توجه الاستاذ يوسف. انا؟ ايوه. والاستاذ رؤوف. انا؟ لسوبر ماركت اسمه شينو. وسبتهم ورقه بطلب 2350 فرخه و 3687 كيلو لبن و 140 و 1140 أرداب رز. تمام؟ هو تمام. لا لا مش تمام يا رؤوف، هو اصل الحكايه فيه. ايوه هو ده اللي انا عايز اعرفه، اصل الحكايه. شوف سعادتك مش مضطر تستخدم العنف معانا. هو اللي حصل انه لمؤاخذه في لبس في الموضوع. لبس؟ ايوه فندم، لبس. اصل اللي حصل. ايوه ايه اللي حصل؟ اللي حصل. ايوه ايه اللي حصل؟ غلطه يا فندم. غلطه؟ ايوه فندم غلطه. هو ده التكييف القانوني للي حصل مننا، مجرد غلطه كده كده فندم. انما هو سيادتك بتسالنا احنا ليه؟ انا شغلتي ان اسال. ما اقصدش يا فندم، بس يعني احنا ايه علاقتنا بشغل حضرتك علشان تسالنا احنا؟ اظن حضرتك عارف ان تهريب مواد تموينيه بين المحافظات ممنوع، عارف ولا لا؟ لا طبعا عارف يا فندم، طبعا عارف ان ده ممنوع. لكن سيادتك تقصد تتهمنا احنا بالتهريب؟ انا لحد اللحظه دي مش بتهم، انا جاي بسال بشكل ودي قبل ما افتح تحقيق رسمي. تحقيق رسمي؟ تحقيق رسمي يا رؤوف؟ لا لا، ده كتير يا فندم، ده كتير قوي يا فندم. ده غير مسموح، غير مسموح لاي مخلوق ان يتهمني. الله، انا غلطان بقى اني جاي بسال بشكل ودي؟ كان المفروض ان انا افتح تحقيق رسمي. لا لا لا، انت قلبت ليه بسرعه كده؟ يا سي رؤوف ما تسرجنش، ما تخلوش يقلب علينا. يا فندم، هو اصل المساله اللي حضرتك فاجئتنا، انما انا هحكي لسيادتك المساله بكل وضوح. هو سعاده وكيل الوزاره بتاعنا كان عامل احصائيه عن انتاج مزرعه تبعنا. مدام رؤوف شيرين. ايوه مدام شيرين، قصدي مدام رؤوف، كانت طالبه من الاستاذ رؤوف 3 فرخات و2 كيلو لحمه. زي ما تقول سعادتك الورق اتلخفل مع بعضه، اتبدل مع بعضه، يعني الورق بتاع انتاج المزرعه راحت عن طريق الخطا للسوبر ماركت كده.
بطريق الخطأ. وإيه علاقة وكيل الوزارة بالموضوع ده؟ يا فندم ملوش أي علاقة غير إزاي إنه؟ ملوش أي علاقة أنت راخر، مش هو اللي طلب مني أكتب التقرير؟ أيوة. خلاص يبقى هو المجرم، سيادتك روح اقبض عليه. هيا يا فندم روح اقبض عليه، ولو ما لقيتوش في مكتبه أنا عارف عنوان بيته. على العموم أنا متشكر جدا. أظن سعادتك كده فهمت الموضوع بكل وضوح. لا تمام، بس إحنا برضو على اتصال، وأرجو محدش يسافر من غير ما يقول لنا. كون جوه القفص الوردي بصرخ في جنبات الكون واكتب على أوراق